أينما كنتم السلام عليكم. معركة طاحنة خاضها الشباب الفلسطيني في وسائل التواصل بموازاة الحرب العسكرية في معركة سيف القدس. بالرغم من قلة الإمكانات تمكن الشباب الفلسطيني من كسب المعركة افتراضيا، فشكل غرفا لتجميع الجهود وأسس حملة لكشف زيف رواية الاحتلال، وقدم النصائح إلى الشباب لتجنب قوانين بعض وسائل التواصل الجائرة في حق المحتوى الفلسطيني والعربي. فكيف واجه الشباب الفلسطيني إعلاميا وافتراضيا، وأي حرب نفسية خاضها في مواجهة الاحتلال، وإلى أي مدى أسهم بانتصار فلسطين في حرب الصورة؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدين سنطرحها على ضيوفنا في حلقة اليوم من كسر الجدار. من القدس معنا الناشط والمحاضر في وسائل التواصل الاجتماعي أحمد بركات، من رام الله المختص في قضايا الحقوق الرقمية ومدير مركز صدى سوشيال إياد الرفاعي، من غزة الناشط والباحث في المجال الرقمي وأحد مؤسسي حملة إهبد 194 حسن جمال الداودي، ومن بلدة شعفاط في القدس المحتلة الناشط مؤاب أبو خضير. أهلا بكم جميعا ضيوفنا في حلقة اليوم من كسر الجدار. وقبل أن نبدأ معكم هذا النقاش في حلقة اليوم مشاهدين، مثلت الانتفاضة الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني ونقلة نوعية في تاريخ القضية الفلسطينية من خلال عمل الناشطين على نقل الحقيقة وإيصال الصورة إلى الشعوب العربية والغربية. حسين السيد، أهلا بكم. على أرض الواقع أظهرت المقاومة الفلسطينية جاهزية عالية في وجه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، مسجلة انتصارا تاريخيا. على الساحة الافتراضية أظهر الناشطون الفلسطينيون كفاءة عالية في وجه الماكينة الإعلامية الإسرائيلية وداعمها. كاميرات الناشطين وثقت جرائم الاحتلال في غزة وانتهاكاته للمقدسات في القدس وعنصرية مستوطنيه في أراضي الداخل المحتل ومحاولات تهجير الفلسطينيين الممنهجة من حي الشيخ جراح. هذه الانتفاضة الإلكترونية نقلها الفلسطينيون بلغات متعددة، غرف لمتطوعين تترجم إلى لغات مختلفة وتصمم محتوى عالميا. النجاح الكبير للناشطين في إيصال صورة متكاملة للمتلقي ظهر من خلال حملات تضامن واسعة مع الفلسطينيين والتي تخطت حدود العالم العربي. على الصعيد الفني انتشرت الأغاني والموسيقى الفلسطينية بشكل واسع، والتي يحمل معظمها شرحا مبسطا حول عدالة القضية الفلسطينية وإجرام المحتل. بالتوازي نشطت حملات إلكترونية واسعة لدحض رواية الإعلام الإسرائيلي من خلال مهاجمة المنشورات الداعمة لإسرائيل عبر آلاف التعليقات الداعمة لفلسطين. وما ثبت التفوق الفلسطيني في هذا المجال هو الدعوات في الأوساط الإسرائيلية إلى رصد موازنات ضخمة لمواجهة المحتوى الفلسطيني على الإنترنت، إضافة إلى دعوة قادة إسرائيليين مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي منشور معاد لإسرائيل أو مناصر لفلسطين، أمر طبقه عدد من مواقع التواصل الغربية التي عمدت إلى تضييق الخناق على صناع المحتوى الفلسطيني. يأتي هذا الحصار مقابل منح الإسرائيليين حرية كبيرة، إذ إن هناك منشورا تحريضيا ضد الفلسطينيين يكتب كل 66 ثانية وفقا لمركز حملة المختص في الإعلام الاجتماعي، وهو ما يثبت نجاح الفلسطينيين في انتفاضتهم الإلكترونية بالرغم من التباين الكبير في الإمكانات. إذن مشاهدينا هي حرب افتراضية بكل ما للكلمة من معنى كان يخوضها الشباب الفلسطيني بمواجهة أيضا الاحتلال الإسرائيلي الذي يجند عشرات الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المعركة. أبدأ مع مؤاب أبو خضير وهو معنا من شعفاط. مؤاب، أنت حاليا تخضع للاعتقال المنزلي. بداية نريد أن نعرف منك قبل أن ندخل أيضا في صلب الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم، لماذا تم اتخاذ هذا الإجراء بحقك، وكيف تحصل عملية الاعتقال المنزلي؟ مساء الخير ويعطيهم ألف عافية للجميع. كل الشكر أول شيء والاحترام للقائمين على نقل الصورة الواقعة في مدينة القدس، في حي الشيخ جراح، في حي سلوان وكل فلسطين للعالم لمعرفة جرائم الاحتلال وما يقوم به في بلدنا المحتلة. بالبداية تم اعتقالي مساء ظهر الأمس بحجة
الأحداث الأخيرة التي حصلت في مدينة القدس. تم اعتقالي من أحد شوارع القدس القريبة على حي الشيخ جراح واقتيادي لأحد مراكز شرطة الاحتلال. تم التحقيق معي على بعض الأحداث التي حصلت، وللأسف تم الحكم علي بالحبس المنزلي وكفالة مالية، وكفالة مالية مقدارها 2000 شيكل حتى يوم الاثنين، قابلة للتمديد وبقائي في المنزل. هذا الاعتقال سببه ونتيجته عدم تمكن الاحتلال من توفير أماكن لوضع المعتقلين أنت موجود؟ وتخويف المقتل. موجود في اعتقال منزلي لأنه الاحتلال لم يعد لديه أماكن لكي يضع الشباب والمعتقلين الفلسطينيين. نعم نعم صحيح، من كثرة عن جهية وهيمنة الاحتلال على المقدسيين وترهيبهم بالاعتقالات. وللأسف في مساء الأمس وقبل يومين صدرت العشرات من الاعتقالات الإدارية بحق المقدسيين وسكان قرى القدس المحيطة. الاعتقال الإداري هو اعتقال يعتبر ملف سري، لا يوجد أي قضية ولا يوجد أي لائحة اتهام صدرت بحق المقدسيين. هذا ما يحاول الاحتلال فرضه كمعادلة جديدة في القدس، أننا نحن موجودون بقوتنا بعدتنا وعتادنا على المدنيين العزل، سواء في حي الشيخ جراح أو في حي سلوان أو في أحياء القدس جميعها. طيب. سياسة الاعتقال وحشر الأشخاص في منازلهم ما هو إلا محاولة لترهيب وتخويف المقدسيين من تواجدهم في الميدان وتواجدهم متضامنين متظاهرين لما تقوم به سلطات الاحتلال من قمع وتنكيل بحق المقدسيين. طيب مواب، أنت الآن موجود في هذا الاعتقال المنزلي، لأي مدى تشكل وسائل التواصل الآن بالنسبة إليك ساحة لاستكمال نضالك ووقوفك إلى جانب أهالي حي الشيخ جراح، أم أنه حتى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنت محروم منها الآن بحكم الاعتقال المنزلي؟ بوجهة نظري الساحة الإعلامية هي كانت أقوى ميدان وأبرز ميدان على الصعيد الذي ساعد وأنجح الهاشتاجات وأنجح المقاطع الفيديو وأنجح الصور التي يعرضها الشباب الفلسطيني من قلب الحدث، سواء من غزة، سواء من القدس، من الضفة، ومن الشمال، ومن مدينة اللد تحديدا أيضا، لما يحصل من إجراءات الاحتلال. مجرد أنك تنشر قسقوسة من مقولة، هاشتاج بسيط، وتوزع على العالم من خلال المتضامنين والمتظاهرين، ساعد في إنجاح ورفع هيمنة القضية الفلسطينية على الصعيد المحلي والصعيد العربي والصعيد الدولي. أعاد للقضية الفلسطينية أمجادها وأعاد لها مكانتها على كامل الأصعدة. في السنوات العشر الأخيرة حاول الاحتلال وبأعوانه ومناصريه والدول الغربية وحتى الدول العربية للأسف التي طبعت بإنهاء ما يسمى قضية فلسطينية. نعم. بعدة حلول، بحل الصراع، بحل السلمية إلى آخره، لكن الأحداث الأخيرة مجرد الشهرين الذي قضيناهما في مدينة القدس وغزة رفعا من وتيرة التصعيد ومن وتيرة. طيب. الأحداث مواب، التي حصلت مواب فقط قبل أن أذهب لأحمد بركات، أنت بوضعك الحالي هل بإمكانك استخدام وسائل التواصل؟ نعم صحيح، لكن للأسف شوي في تتبع لما أقوم به على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن أن تعرضني لتهمة التحريض أو تهمة الإخلال بأمن دولة الاحتلال. يعني التهمة دائما جاهزة أيضا بمواجهة الشباب الفلسطيني الذي يواصل النضال عبر مواقع التواصل بالرغم من الاعتقال المنزلي الذي يعاني منه ضيفنا الآن مشاهدينا مؤاب من شعفاط. في كل الحروب السابقة أحمد بركات كنا نسمع عن غرف عمليات للاحتلال الإسرائيلي يشكلها في إطار حربه على السوشيال ميديا على مواقع التواصل، هذه المرة كانت المفارقة أن هناك غرفة عمليات فلسطينية. نريد بداية أن نعرف كيف شكلتم هذه الغرفة وأي دور لعبته خلال التطورات الأخيرة. في الحقيقة كما تحدثت هناك أصلا ملايين من الدولارات التي تقوم بدفعها القوات الاحتلال أو الاحتلال بشكل عام
على اللقاءات الإلكترونية والرقمية والغرف وما إلى ذلك، وهذا بالفعل ما نحن شاهدناه في الحروب السابقة والاعتداءات السابقة. في هذه المرة كان هناك حماس رقمي كبير جدا، سواء كان من الشعب الفلسطيني أو حتى من العالم العربي والعالم الخارجي، فارتأينا أنه نحن لدينا الحاجة الآن لجمع جميع هذه الأمور في مكان واحد، في غرفة تساعد على انطلاق الحملات بشكل ممنهج، بشكل منظم. هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم محتوى ولكن لا يستطيعون تصميمه بشكل جميل، أو لا يستطيعون تحويله إلى منشور فيديو. فجمعنا جميع الطاقات التطوعية الموجودة، سواء كانت في فلسطين أو في العالم العربي، وكانت الانطلاقة لنا خلال العدوان على غزة. الميزة بهذه الغرفة أنها ليست تابعة لأي جهة، هي شبابية بحتة، وهي بنفس الوقت كانت منبع لكثير من الحملات التوعوية أو التي تساهم في إيضاح بعض الأمور المتعلقة بالعدوان وما إلى ذلك، أو طيب، ما ما هي يحدث في أبرز هذه الأراضي الحملات المختلفة. التي قمتم بها أحمد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي انطلاقا من هذه الغرفة، وآلية العمل كيف كنتم تعملون؟ هل هناك شاب شخص مختص في كل مجال؟ يعني هناك من يصور، هناك من يقوم بعملية المونتاج، هناك من يقوم بعملية النشر وابتكار الهاشتاج؟ في الواقع احنا بدأنا بشكل سريع جدا، ليس هناك وقت كان لنا لتنظيم هذه الأمور من ناحية أساسية. فتحنا غرفة وقلنا لهم نحن نحتاج لواحد اثنين ثلاثة أربعة وما إلى ذلك، وبدأ الشباب لوحدهم بالقدوم، ومن هناك انطلقت بشكل عفوي في البداية. الأشخاص يقومون بوضع ما يحتاجون، مثلا أنا عندي محتوى يتحدث عن واحد اثنين ثلاثة، أحتاج إلى مصمم حتى يحول هذا الحديث إلى تصميم، وهناك بدأت الشباب بالمساعدة مع بعضها. الآن انتقلنا إلى المرحلة التنظيمية، وقمنا بجمع أسماء المتطوعين وما إلى ذلك، وسنقوم قريبا بجعلها أكثر تنظيما حتى نستفيد منها على المجال طويل المدى. نحن لا نتحدث، الذي يحدث بالغالب للأسف أن جميع هذه النشاطات تكون هي ردة فعل على اعتداءات الاحتلال. نحن الهدف الرئيسي لدينا أن يكون هناك غرفة قائمة دائما تتحدث دائما عن قضية فلسطينية. انطلقت العديد من الحملات هناك، فمن بين الحملات التي انطلقت هي مثلا حملة مقاطعة إعلانات الفيسبوك احتجاجا على التعامل مع المحتوى الفلسطيني وحظر العديد من الحسابات أو منعها من النشر. أيضا بفترة الإضراب الذي كان على مستوى جميع فلسطين التاريخية، كان هناك مساعدة جدا كبيرة في تصاميم وما إلى ذلك لدعم المجموع. أيضا الخسائر التي حدثت مثلا في الاحتلال بسبب الاعتداءات على غزة، كانت هناك مجموعة مختصة اقتصادية تقوم بوضع هذه الأمور وتحويلها من خلال المتطوعين المصممين وما إلى ذلك إلى تصاميم جاهزة للنشر على وسائل التواصل طيب الاجتماعي. أحمد، في المعركة الأخيرة كان هناك مشاركة من الكل الفلسطيني في المقاومة، إن كان في 48 في الأراضي المحتلة في القدس في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المقاومة العسكرية في غزة. هذه الغرفة التي تتحدث عنها الآن تضم أيضا الفلسطينيين من كل المناطق الفلسطينية؟ تضم الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، تضم الفلسطينيين بكل طبعا مناطق فلسطين التاريخية، وتضم أيضا الفلسطينيين الشتات، تضم أيضا مجموعة من العرب المختصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما هو ما أعطاها القوة الكاملة. فمثلا إذا احتجنا لترجمة للعبرية يكون هناك ترجمة للعبرية أو من عبرية، مثلا لمعرفة مثلا ما يتحدث عنه الإعلام الاحتلال فقط على سبيل المثال. حتى أيضا في بعض المبادرات البسيطة التي خرجت من إخواننا في مصر مثلا، هي قضية بسبب المراقبة الدائمة على المحتوى العربي، مثلا هناك شخص الذي قام بتصميم موقع يقوم بإلغاء النقاط أو تشفير الكلمات بمسمى آخر إلى شكل آخر. هي مبادرة رمزية ولكن الجميع كان شريك في هذه الغرفة. أنتم أيضا إياد الرفاعي في مركز صدى سوشيال توثقون الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. اليوم نريد أن نسأل،
أي انتهاكات تمكنتم من توثيقها خلال الأحداث الأخيرة، خاصة في العدوان الوحشي على غزة، في الاعتداء على حي الشيخ جراح، بالاعتداء على الشعب الفلسطيني في القدس، على المصلين في الأقصى؟ وإلى أي مدى كانت عملية التوثيق مهمة، وسهلت وسائل التواصل عملية نشر هذا التوثيق الذي تقومون به؟ يعني بداية، هذا الاحتلال يسعى منذ أيامه الأولى لاغتصاب هذه الأرض، إلى طمس كل ما هو فلسطيني ومحاربة كل ما هو فلسطيني. في الانتفاضة الأولى كان يتم اعتقال الشبان لرفعهم علم فلسطين أو الكتابة على الجدران. اليوم أيضا يستمر الاحتلال في هذا النهج وفي حربه على كل ما هو فلسطيني. يعني ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وقوة الحملات الأخيرة ما هي إلا امتداد لمقاومة هذا الشعب على أرض الواقع. فبالطبيعي أن يتم مواجهة هذا النضال الرقمي بالقمع الإسرائيلي. حكومة الاحتلال عبر قنواتها الدبلوماسية وعبر أذرعها الممتدة والتي يتم الصرف عليها ملايين الدولارات بشكل ممنهج، كانت تحاول بشكل مستمر الضغط على منصات التواصل الاجتماعي للتضييق على المحتوى الفلسطيني ولمنع الفلسطينيين من نشر روايتهم الفلسطينية والسردية الفلسطينية. يعني نحن نتكلم عن هذه الحالة من التضييق ليست وليدة اللحظة، هي كانت بدايتها عامي 2015-2016 بالتزامن مع عمليات الطعن التي كانت في حينه في عموم فلسطين. فالحكومة الإسرائيلية في حينها يعني عزت هذا الحماس وهذه الروح النضالية عند الشبان للتحريض الناتج عن منصات التواصل الاجتماعي، ويعني كنيسة الاحتلال عدة مرات ناقش قوانين لتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي في النضال الرقمي. نحن نتحدث عن العام الماضي، كان لدينا ما يفوق 1200 انتهاك من قبل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بحق المحتوى الفلسطيني، ونتكلم خلال الفترة الماضية عن قرابة 600 انتهاك بحق المحتوى الفلسطيني. هذه الانتهاكات تتنوع ويعني لها أشكال عدة. على سبيل المثال، إنستغرام منع المستخدمين من الولوج إلى هاشتاغ الأقصى. أيضا قام هذا تحت أي حجة؟ عفوا، تحت أي حجة إياد؟ يعني تحت حجة عدم موافقة معايير وسياسات هذا الموقع، وعاد الموقع يعني بعد أن قمنا بمخاطبته ورفع احتجاجات عدة له بنشر بيان يتذرع به بحجج تقنية وأن هذه مشكلة عامة طالت يعني أكثر من دولة حول العالم، لكن هذا الموقع استمر يعني في تأكيد تعاونه وتواطؤه مع الاحتلال من خلال التضييق على لقاءات البث المباشر التي كان يقوم بها مجموعة من النشطاء الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، والتي ضمت يعني مشاهير حول العالم لديهم ملايين المتابعين عبر صفحاتهم. كانوا خلال هذا العدوان وهذه الموجة من المواجهة هؤلاء المشاهير يتحدثون بالسردية والرواية الفلسطينية، يعني على عكس ما اعتدنا على سماعه من هذه الفئة عبر الإعلام التقليدي، حيث كانوا يتحدثون بلسان الاحتلال الإسرائيلي. فهذا الموقف المتقدم الذي استطاع النشطاء الفلسطينيين فرضه وخلقه خلال هذه المواجهة هو يعني نموذج جدا مشرق، وهو في غاية التآلف والوحدة والتكامل بين النضال على أرض الواقع والنضال الرقمي. يمكن القول أنه هذا النضال الرقمي هو الذي أدى إلى تغيير وجهة نظر هؤلاء المشاهير الذي تتحدث عنهم، وبالتالي هذا أيضا انعكس على الرأي العام الغربي الذي شاهدناه وهو يخرج في تظاهرات كبرى تأييدا للشعب الفلسطيني. يعني بالطبع يمكن بالطبع القول يعني أنكم كشباب فلسطيني كسبتم معركة الصورة. يعني نستطيع القول ذلك، نحن يعني اكتسبنا المعركة الرقمية ويجب أن نستمر فيها. يعني هذه المعركة حقيقة لم تنتهي، إن كانت يعني ذروتها وزخمها
بالتزامن مع المعركة على أرض الواقع، لكن هذه المعركة الرقمية هي معركة مستمرة ومتجددة، وفيها أدوات يعني حديثة ومتجددة. يجب علينا كفلسطينيين وكمناصرين للقضية نعم الفلسطينية الاستفادة من هذه الأدوات لاستمرار بث هذا الخطاب الرافض للاحتلال والفاضح لجرائم الاحتلال. على كل حال، هذه الحملات التي يقوم بها الشباب الفلسطيني مشاهدينا هي كثيرة متنوعة وتتميز أيضا بالذكاء. حملة اهدب 194 هنا نسألك عنها حسن جمال الداوودي، بدأت هذه الحملة قبل سنتين، كنتم 5 شباب فقط. خلال التطورات الأخيرة كيف استفدتم من هذه الحملة، وكيف وظفتم هذه الحملة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وما المقصود بكلمة اهبد يعني للمواطن العربي للمشاهد العربي لكي يفهم أيضا أكثر معنى هذه الكلمة؟ يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة وتسليط أهلا. الضوء على هذا الموضوع المهم. بداية، حملة اهبد 194 كما أسلفت هي حملة انطلقت منذ سنتين. تنقسم التسمية إلى شقين، اهبد وتعني بالعامية الفلسطينية اضرب، وهي تهدف لضرب رواية الاحتلال الكاذبة. 194 وترمز إلى قرار الأمم المتحدة القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك هو رقم عضوي دولة فلسطين في الأمم المتحدة. حملت على عاتقها هذه الحملة منذ انطلقتها محاربة الرواية الإسرائيلية على المنصات كافة بأكبر قدر ممكن من اللغات، حيث توفر في ذكرى النكبة عام 2019 قدرة على ترجمة التصميمات والمحتوى إلى أكثر من 15 لغة. كذلك تزامن التصعيد الأخير مع ذكرى النكبة 73، والحملة منظمة طبعا وكانت مهيئة لإحياء ذكرى النكبة، وتم إضافة نشاطات وفعاليات جديدة تتواءم مع التصعيد ليكون شعارها إنه لا لنكبة جديدة. كان طبعا هذا التصعيد كما يعلم الجميع بدأ في القدس، ثم انتقل إلى مناطق الداخل المحتل، ثم إلى غزة والضفة، إلى فلسطيني الشتات. كان هناك اهتمام عالمي على هاشتاج سيف شيخ جراح. تم لفت الأنظار إلى هذا الموضوع من خلال حملتنا في إطار إنه هاي محاولة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني. تم التوجه للمنصات التي تخاطب الرأي العام الغربي. طبعا هاي المنصات تدار من قبل الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية أو الهسبرة التي تقوم بنقل وتلميع صورة الاحتلال ونقل الرواية الكاذبة. حملة اهبد أخذت على عاتقها انطلاقا من مقولة الكاتب الكبير إبراهيم نصر الله أن مصير الحكايات التي لا نرويها أن تصبح ملكا لأعدائنا، أخذت على عاتقها أن تروي الحكايات الفلسطينية. حين يستشهد 75 طفل في فلسطين، أقصد في داخل فلسطين كافة، على يد القوات الإسرائيلية، فهذه ليست أرقام، نحن لسنا أرقاما، كل طفل من 75 هو قصة وحكاية، وهو جرم ارتكبه الاحتلال ويجب أن يعلم العالم بهذا الجرم. تم بالقدر الذي استطعناه يعني توصيل حكاية فلسطينية من تحت القصف. يعني أنا أحدثك اليوم من رفح جنوب قطاع غزة، الكثير كنا تحت القصف ومع ذلك نتجه إلى منصات إسرائيلية أو تنقل الرواية الإسرائيلية. وتمكنتم حسن، تمكنتم من مقارعة الآلة الإسرائيلية الضخمة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن تحدثنا في مطلع هذه الحلقة عن غرف عمليات كبيرة يؤسسها الموساد فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير تحديدا فيما يخص الرواية الإسرائيلية، يعني لإعطاء هذه الرواية الإسرائيلية مشروعية مقابل الحقيقة الفلسطينية. صحيح، منذ عدوان 2014، طبعا أنا باحث في الدبلوماسية الرقمية وأصدرت دراسة بهذا الصدد. منذ عدوان 2014 حاولت وزارة الخارجية إضافة إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية تلافي الأخطاء اللي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرف أين الثغرات ولسدها في نقل الرواية وتلميع الصورة وتبييض إجرامها. صرفوا لما لا يقل عن مليار دولار في هذا الصدد، ويدعو روني رامون وهو أحد المختصين الاستراتيجيين لديهم، يدعو بعد هذه الهبة في 2021 إلى صرف مليار جديد ليسد الثغرات. هم صرفوا هذه على المناهج، تجد بعض المناهج في الجامعة العبرية مساق إجباري اسمه سفراء في الشبكة، يدرسه كل طلاب الجامعة، وجامعة حيفا كذلك لديها مساق مشابه. هم جندوا الأكثر من المنظمين كذلك متطوعين،
يعني أنا أقول لك تكون الهصبراء أو ما يسمى بالهصبراء، وهي جيوش رقمية إسرائيلية ضخمة منتشرة حول العالم، والكثير من الأموال تصرف عليها لنقل هذه الرواية الإسرائيلية. فشلت، أنا أقول أستطيع أن أقول أنها فشلت في هذا التصعيد من التصدي للرواية الفلسطينية ونشر روايتها الكاذبة بالشكل اللي هم متجهزين له، نعم ولم يتوقعوا هذه الهبة كذلك العربي والغربي اللي كانت مناصرة كذلك للرواية الفلسطينية. هذا كمان مهم الإشارة له، لأنه كمان إحنا كفلسطينيين كانت في كل التصعيدات على مدار السنتين اللي فاتت ونحن في هذه الحملة لم نجد هذه المؤازرة العربية والأجنبية كذلك مع حملاتنا. يعني كمان بالذات الإخوة في مصر، الآلاف من المصريين شاركوا في حملات إهبد 194 لأول مرة خلال هذا التصعيد. هذا كان تقدم إيجابي، هذا ساهم في أنه أنت تذهب إلى صفحة وزارة خارجية الاحتلال على سبيل المثال وصفحة جيش الاحتلال الناطقة بالإنجليزية والتي توجه خطابها لجمهور عريض حول الشبكة، إنك تجد التعليقات كلها داعمة للقضية الفلسطينية. هذا كان تقدم ملحوظ. أيضا فيما يخص بالعودة إلى حي الشيخ جراح وبالعودة إلى شعفاط مع مؤاب الذي يقضي هذه الفترة من الاعتقال المنزلي، ونتمنى له أن يخرج قريبا ويعود إلى الحرية، وهو دائما ما كان ناشط في حي الشيخ جراح. مؤاب، أنت تدعو في هذه الأيام أو تعمل وأنت مع مجموعة من الشباب على حملة لإسناد حي الشيخ جراح. لماذا حملة لإسناد حي الشيخ جراح؟ ماذا شعرتم حتى بدأتم حملة جديدة لإسناده؟ وأي دور لعبته مواقع التواصل في الفترة الأخيرة لإظهار حقيقة ما يحصل في حي الشيخ جراح، ويعني الوصول إلى مرحلة يتعاطف معها العالم ويطالب إسرائيل بأن تكف أعمالها التي كانت تقوم بها في حي الشيخ جراح؟ ما يحصل في حي الشيخ جراح، خلينا نقول من بداية 3 أشهر حتى يومنا الحالي، ظهرت وارتفعت قضية حي الشيخ جراح من خلال الإعلاميين المقدسيين، ثم انتشرت لتشمل الضفة، غزة والشمال، فتفرعت في كل دول العالم ودول العالم العربي أيضا. ما يحصل في حي الشيخ جراح حاليا، وخصوصا بعد أحداث غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وبعد أحداث القدس واقتحام المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى، وكلها تبعيات كانت تعتبر إسنادا لما يحصل في حي الشيخ جراح. حاليا قوات الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح بالكامل من شمالها وجنوبها شرقها وغربها، بالتالي صعوبة وصول حتى أهالي الحي لداخل الحي، صعوبة وصول الصحفيين، صعوبة وصول المتضامنين لداخل الحي. بالتالي إحنا ضرورة نقل الصورة الإعلامية والصورة الموجودة حاليا في حي الشيخ جراح بطريقة إن عن جد نبرز شو قاعد الاحتلال الإسرائيلي وشو بيعمل الاحتلال الإسرائيلي داخل الحي. الاحتلال الإسرائيلي بيمنع دخول أهالي الحي، بالمقابل بيسمح لعشرات المستوطنين للدخول لبقعة صغيرة داخل الحي، لمستوطنة صغيرة داخل الحي التي أقيمت على التي هجرت من هذه المنزل عائلة الغاوي وعائلة حنون، وحاليا موجود مكانهم مستوطنين. اللي بصير ان الاحتلال بمنعنا بكافة الاساليب. امبارح تم اعتقال 3 صحفيين من حي الشيخ جراح، صحفيين ميدانيين بنقلوا الصورة بطريقة سلمية، بطريقة ان عن جد احنا في تنكيل، تم قمعهم وضربهم واقتيادهم لمراكز الشرطة. ولكن ايضا هذا ربما يدلل مؤاب الى اي مدى هذه المواقع التواصل الاجتماعي تؤلم أيضا الاحتلال وتظهر هذه العقلية الفلسطينية الذكية أيضا في نقل الصورة عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما شاهدناه في كل المرحلة السابقة في فلسطين الملحمة. سنكمل معكم ضيوفنا هذا الحوار وهذا النقاش، نتحدث عن نقاط أخرى أيضا مشاهدينا، ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من كسر الجدار، والتي نخصصها للحديث عن المعركة الافتراضية التي خاضها الشباب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بموازاة المعركة العسكرية التي كانت تخوضها فصائل المقاومة بمواجهة الاحتلال، وهذا بالإضافة أيضا إلى كل أشكال المقاومة التي كان يخوضها الشعب الفلسطيني في هذه الملحمة التاريخية بمواجهة الاحتلال. بالنسبة لموضوع مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك أيضا حظر من قبل شركات التواصل الاجتماعي الكبرى لبعض المنشورات العربية والفلسطينية. هنا نسأل أحمد بركات من القدس. أحمد، يعني الواضح أنه من كان يواكب في تلك المرحلة تحديدا موضوع مواقع التواصل الاجتماعي كان يلاحظ أنه هناك تضييق على المنشورات التي تخص الشعب الفلسطيني وتخص التأييد للقضية الفلسطينية. حتى إياد قبل قليل قال أنه وتحدث عن هاشتاج الأقصى الذي تم منعه وتم منع النشر عليه في إنستغرام. كيف تمكنتم من تخطي هذا الحظر ومواصلة إيصال الصوت للناس، خاصة أنه نحن نتحدث أنه هذا الشباب الفلسطيني تمكن من كسب المعركة وأوصل صوته إلى أبعد مدى ممكن؟ بصراحة لا نستطيع القول أننا تخطينا هذا الحظر. هناك بعض الأمور التي قمنا مثلا بالتلاعب فيها يعني بناء على التجربة الفلسطينية. يعني تخطيتم الكلمة بالضبط، تخطيناها بشكل أو بآخر. من كمثال مثلا، عندما نتحدث عن المقاومة، عندما نتحدث عن حماس، عندما نتحدث عن الشهداء وما إلى ذلك، يقوم الأشخاص بكتابتها مثلا بشكل متقطع كمثال، لأن هناك كما تحدثت حرب شاملة على المحتوى الفلسطيني دون حتى فهم ما يتم الحديث منه. يعني أنا مثلا حاليا الحساب الخاص في هو محظور عليه بعض التقييدات من فيسبوك بسبب أني قمت بنشر كلمات مبعثرة لكلمات كحماس أو مقاومة أو قدس أو إسرائيل أو اعتداء، نقلتها عن شخص كان أيضا حسابه محظور، وبالتالي دون فهم أنني أصلا أقوم بنشر هذا المحتوى للتوعية قام الفيسبوك بوضع تقييدات عندي على الحساب. فللأسف يعني الشعب الفلسطيني الآن يبدع بخلق البدائل عن هذا الموضوع، ولكن لماذا نقوم بخلق بدائل ونحن أصحاب الحق، ونحن نتحدث عن دفاع عن أنفسنا، ونحن نتحدث عن مقاومة لاحتلال يعترف به العالم أجمع أنه محتل لهذه الأراضي. سنتحدث بعد قليل كيف يمكن أيضا أن تواجه هذه الشركات، لأنه أنتم أيضا تحضرون لحملة بهذا الإطار. ولكن هناك نقطة لافتة إياد الرفاعي، لمن واكب التطورات الأخيرة في فلسطين، هي موضوع عدم وقوع الشباب الفلسطيني، الرأي العام الفلسطيني بشكل عام في موضوع الشائعات. يعني إذا من يراقب عام 2014 كان هناك كم كبير من الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منها آنذاك اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف. هذه المرة وكأنه كان هناك عدم وقوع في هذا الفخ. ما السبب؟ هل هو الوعي؟ هل التجربة علمت الشعب الفلسطيني أكثر الذي هو متعود أن يراكم هذه الخبرات وهذه القدرات انطلاقا من التجربة، فراكم هذه القدرة والخبرة انطلاقا من التجارب السابقة فتمكن من عبور أي فخ ينصبها الاحتلال؟ يعني حقيقة الشعب الفلسطيني دائما ما يطور من أدواته في وجه هذا المحتل الظالم، فكما هي القدرات العسكرية للمقاومة على أرض الواقع تطورت بالتجربة وبالممارسة وبالمشاهدة وبالتعلم منذ أول عدوان على فلسطين وعلى قطاع غزة تحديدا، حتى وصلنا إلى ما وصلت إليه هذه الجولة من المواجهة، أن تحدد المقاومة المكان والزمان وهي تبادر بالفعل. لم يعد الدور على الفلسطيني هو فقط رد فعل، لا، لقد انتقلنا إلى مرحلة أكثر تطورا على جميع الأصعدة. وكذلك يعني هذه الحرب الإعلامية التي لا تقل يعني خطورة على الوعي الفلسطيني وعلى الوعي العربي وعلى وعي هذا العالم، لا تقل أهمية عما كان يحدث في ميادين النضال المختلف. يعني هذا الاحتلال تنبه مبكرا إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لذلك قام بالأيام الأولى من هذا العدوان بقصف أحد الأبراج
في قطاع غزة، والذي يحوي على معظم وكالات الأنباء العالمية، لأن هذه الحرب هي ليست فقط على الإنسان الفلسطيني، بل أيضا هي على الرواية الفلسطينية. فكنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومديري لهذه المعركة الرقمية، كان هناك استفادة بشكل كبير من التجارب السابقة، وبما فيها تجربة المقاومة في لبنان على ما أذكر، يعني في حرب 2006 كان هناك إدارة جيدة جدا من قبل المقاومة في لبنان على التكتم على أي شهداء وأي أضرار ألحقها الاحتلال بالبنى التحتية للمقاومة. وكذلك الأمر كانت خلال هذه المواجهة في فلسطين، الشائعات يعني هي أيضا أداة للاحتلال لهدم وتثبيط معنويات هذا الشعب، لذلك كان هناك إدارة يعني ناجحة لهذا الجانب، وهناك تقنيات تطورت عبر السنوات الأخيرة لدينا كنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من الأخبار والتريث في النشر واستخدام المعلومات وتوظيفها في مكانها ووقتها وزمانها الصحيح، بما يخدم نضالاتنا المختلفة في كل الميادين. وأنت بدأت كلامك أيضا إياد بالحديث عن قدرات فصائل المقاومة، هنا أسألك حسن الداوودي في غزة، إلى أي مدى أيضا يمكن القول أن البطولات التي كانت تقوم بها المقاومة، الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها، وكنا نرى قصف تل أبيب مباشرة على الهواء من غزة باتجاه الأراضي المحتلة، نشاهد هذه الصواريخ، إلى أي مدى هذه البطولات أصلا كانت تشكل المادة الرئيسية التي أدت، إن كان على مستوى الإعلام الإعلامي العادي أو على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى كسب معركة الصورة بمواجهة الاحتلال؟ بالصراحة يمكن أنا عندي رأي مختلف قليلا عن النقل الإعلامي للمعركة، المعركة اللي كان في غض طرف فيها عن الجانب الإنساني. أنا بحكم وجودي في غزة الكثير من الصور أهملت، كان ممكن أن نكسب فيها التعاطف الغربي بالذات بشكل أكبر. على صعيد المثال عائلات بكاملها أبيدت وكان يبقى منها شخص واحد، وكان التركيز في الوقت اللي كان فيه زيارة لوزير خارجية ألمانيا على صعيد المثال، كان تركيز الاحتلال والمجرم الذي يمتلك رابع أقوى قوة عسكرية وفق التصنيفات، كان تركيز الاحتلال لوزير خارجية ألمانيا على صورة بعض الجدران المهدمة وغيره من الأشياء، كان تركيز إعلامنا على نفس الصور التي يركز عليها الاحتلال في خضم المعركة. أقصد أنا لو يعني لو كان رأيي المتواضع في هذه اللحظة أنه كان يجب التركيز أكثر مع المنكوبين، الضحايا الذين تم تهجيرهم من مناطق سكناهم، الذين لا يمتلكون ملاجئ ليلجأوا إليها، الذين تستهدفهم الطائرات في منتصف الليل، الذين تستهدفهم بالعشرات من الصواريخ التي تدمر أحياء بالكامل. شارع الوحدة فقدنا فيه 44 شخص من عائلتين أبو العوف والكولك، لم يكن هناك تسليط إعلامي كافي لكي يجلب التعاطف الدولي اللازم مع هؤلاء الضحايا. كان هناك كمان يعني لنقل بعض العيوب في تصوير أو المبالغة في تصوير قدرات غزة القتالية، هذه بعض العيوب الإعلامية، لأنه كذلك أنت لا تستطيع حين تنهال عليك صواريخ الـ F-35 أن تتجاهلها إعلاميا، كي يأتي وزير خارجيات ألمانيا بشكل قذر. لكن حسن أنا اسمح لي أن أقاطعك هنا، أن إسرائيل تدافع عن نفسها. اسمح لي أن أقاطعك هنا، لا، ما هذا كان ينقل أيضا على وسائل الإعلام بشكل مباشر، موضوع القصف الإسرائيلي الوحشي وتدمير الأبراج مباشرة على الهواء، ولكن في نفس أنا الوقت أقصد القصص أنا فهمت عليك، ولكن في نفس الوقت هناك حرب نفسية كما تعلم، لا يمكن أيضا وسائل الإعلام خاصة التي تؤيد فصائل المقاومة تعتبر أنها ليس يعني أنها تخوض هذه المعركة على المستوى الإعلامي أيضا، أن تلعب دور عكسي، يعني أن تؤثر معنويا على الناس في قطاع غزة أو على معنويات الشباب أو على معنويات المقاومة. يعني أعتقد أنه كان المشهد واضح. أنا فاهم عليك، أنت وسائل الإعلام المحسوبة على الفصائل هي لا نختلف فيها، أنا كنت أقصد أن وسائل الإعلام بالكامل احترافية هي التي أقصدها، وليس الوسائل الأخرى التي تعني برفع المعنويات للجبهة الداخلية وغيره. أتفق معك في هذه النقطة، لكن لتوضيح فكرتي فقط، أنه كان هناك وسائل إعلام، مثلا عندما تفضل أخي إياد
صحيح برج الجلاء حين قصف كان هناك تصوير لهذا البرج، كان يجب تسليط الضوء أقصد للتعاطف الدولي مهم. كذلك احنا بنحكي اليوم هذه الهبة كان مهم جدا استغلال قدر الإمكان هذا النجوم هوليوود الذين تضامنوا معنا. كذلك مهم نعم انك ما تخليش الاحتلال تدع له الفرصة لكي يأخذ منك اللقطة، هاي كان المقصد من كلامي. على كل حال، ولكن أيضا الواقع حسن، هنا أيضا اسمح لي أن أختلف معك، لأن الواقع يثبت عكس ذلك، لأنه هناك حتى المشاهير على مستوى العالم، على مستوى حتى الرأي العام الغربي الذي تحرك في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، كان هناك تظاهرات عارمة تأييدا للشعب الفلسطيني. في بريطانيا منذ أيام أكثر من 200 ألف احتشدوا في لندن دعما للشعب الفلسطيني، يعني قبل أيام قليلة. إذا كان من الممكن دقيقة لا أضيف، لا يعني سأترك لك جواب أخير، ولكن لضيق الوقت هنا نعود لأحمد لنسأله، لأنه أحمد أيضا مشاهدينا كما ذكرنا يواكب يوميات الشيخ جراح. أحمد، هناك أيضا اليوم قرية سلوان التي تتعرض إلى ما يشبه ما تعرض له الشيخ جراح، إلى أي مدى ربما يكون هناك تنسيق اليوم فيما يخص التحركات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أولا لإسناد الشيخ جراح كما ذكرت قبل قليل، ولأيضا دعم أهالي بطن الهوى، تحديدا حي بطن الهوى في قرية سلوان، هل هناك توجه لديكم أيضا في هذا الإطار؟ بدأنا حاليا يعني من قبل اصلا القضيه اللي هي بدأنا بنشر هاشتاج سيف سلوان او انقذوا سلوان، الذي ايضا يتحدث عن الاشكاليات التي يواجهها سكان هذه المنطقه. ايضا بدأ المؤثرون بالحديث عن هذا الموضوع بشكل اكبر، هناك اشخاص ايضا هم مثل منى الكرد ومحمد الكرد من الشيخ جراح، هناك ايضا امثالهم بسلوان. ايضا من جهه اخرى سوف يكون هناك قريبا حمله شامله توعويه تتحدث عن جميع ما يحصل في سلوان من ابعاد قانونيه وما الى ذلك، حتى نساعد في توعيه الشعب العربي أو الفلسطيني في البداية والعربي ومن ثم العالم أجمع عن حول ما يحدث من هناك من قضايا متعلقة بالتهجير القسري من البلدان وما يتعلق من عدم العدل أصلا من الاحتلال في جميع القضايا حتى بالمحاكم بشكل رئيسي. في استكمال أيضا لهذه المعركة، معركة الصورة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أي مدى هنا نسألك مؤاب من الضروري أيضا التطرق إلى موضوع الاعتقالات، وأنت تعيش اليوم اعتقال منزلي وعودة لإحياء قضية الأسرى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه إسرائيل عادة ما تحاول التهرب من هذا الملف تحت حجج متعددة. ما يحصل حاليا بخصوص موضوع الاعتقال، شرطة الاحتلال أو سلطة الاحتلال في مدينة القدس وفي الضفة وفي الداخل المحتل تنوعت بأشكال جديدة من القمع والتنكيل خلال الاعتقال. يعني الأشخاص من شوارع بلداتهم، من شوارع أحيائهم يتم اعتقالهم، يتم ضربهم بشكل رهيب جدا، يتم الاعتداء عليهم، حتى إنها ممكن توصل لمرحلة إطلاق النار عليهم أثناء الاعتقال. وهذا ما يحصل في الآونة الأخيرة، إنه الاحتلال بمارس أشنع وأبشع أنواع الاعتقال بحق الفلسطينيين في شتى بلدان داخل المحتل والقدس والضفة. هذا الأمر بيؤدي نوع من التخويف والترهيب للسكان المحليين، في ناس أو في أشخاص ممكن يتدارك نفسه في أي خطوة ممكن يقوم فيها، بالتالي بيؤدي لنوع من التخدير الشعب، إن أنا الأقوى، أنا الفرض سيطرتي، أنا اللي معي السلاح وأنا المدجج بالسلاح والعتاد والعدد، يجب عليك أن تخمد نارك ولا تقوم بأي عمل ممكن يؤدي إلى تحريض وتخريب في دول فيما يسمى دولة الاحتلال. هذا العمل لم يتوقف عنده فقط الاحتلال، الاحتلال بدأ يقوم بعزل الأسرى ودفعهم للاعتقال الإداري وتوقيفهم بحجج أو دون حجج بتاتا، يعني لا يوجد أمر أو لا يوجد سبب للاعتقال، حتى وصلت فيهم أنه
يقوموا بقطع التأمين الصحي عن عدد من الأسرى المحررين أو حتى أسرى موجودين داخل السجون، قطع التأمين الصحي عن عائلاتهم، عن أشخاصهم، عن كافة أمورهم الحياتية. وهذا هذا النوع جديد يتبعه الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا في مدينة القدس. على كل حال الشعب الفلسطيني مشاهدينا يخوض حرب مزدوجة، إن كان مع الاحتلال فيما يخص نضاله ومحاولات التي يقوم بها دائما عبر المقاومة بمواجهة الاحتلال، وأيضا مع شركات التواصل الاجتماعي فيما يخص الحظر الكبير الذي كان يتعرض له في بعض المنشورات التي ينشرها. إياد، وأنت مختص في قضايا الحقوق الرقمية، كيف يمكن مواجهة شركات وسائل التواصل قانونيا عندما تقدم على مثل هكذا خطوات، خطوات الحظر على يعني بحسب ما هي تراه مناسب؟ يعني حقيقة نحن اليوم نتحدث بنفس كبير من الأمل. أيار الانتصار الذي رحل به الاحتلال عن الجنوب اللبناني ها هو اليوم ينصفنا مجددا هذا الشهر فلسطينيا، حقق به إنجازات عظيمة على أرض الواقع. ونحن أيضا على الصعيد الرقمي يعني أكثر تفاؤلا، حيث أننا نخوض معركة متشعبة مع داخل هذا العالم الرقمي. نحن اليوم نتحرك بشكل قانوني اتجاه إدارات منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا إدارة فيسبوك، بحيث قمنا برفع شكاوى مبدئية ورسالة قانونية موجهة إلى فيسبوك عبر مكتب محاماة مختص في لندن، وأخرى شكوى رسمية إلى المقرر الخاص والمعني بحرية التعبير عن الرأي في الأمم المتحدة كخطوة أولى في التوجه لمقاضاة إدارة هذا الموقع الذي يحرم الفلسطينيين من حرية التعبير عن الرأي ويحرم الصحفي الفلسطيني من حرية أداء عمله ومهامه. نحن متفائلون جدا بهذه الصحوة والوعي الكبير الذي خلق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فلسطينيا وعربيا وعالميا، والذي جرف يعني الإحباط المتراكم في نفوس الفلسطينيين نتيجة سيل التطبيع العربي الذي يعني كان مؤخرا يسود الأجواء في المنطقة. نحن اليوم نتكلم عن إدارة شاملة لهذه الحرب، إنتاج خطاب يؤنسن القضية موجه إلى الغرب، وإنتاج خطاب تحفيزي ويدفع الأمل ويبث الأمل في نفوس الفلسطينيين. فالذي يعني رصد منشورات الفلسطينيين وتتبعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الموجة الأخيرة كان يسهل عليه بأن يلاحظ كيف أن الفلسطيني اليوم هو على يقين بأن التحرر من هذا الاحتلال لم يعد مستحيلا، بل هو ممكن وقد يحدث في الوقت القريب. الوقت انتهى، ولكن حسن الداودي سأعطيك نصف دقيقة أيضا لأنه كنت تريد أن تقول شيء قبل قليل، يعني ماذا تقول بنصف دقيقة أخيرة في حلقة اليوم من كسر الجدار؟ كنت سأتحدث عن توصيات أو الرؤية للاستمرار، لأنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها تبدأ حروب أخرى وهي أكثر أهمية، حرب الاستمرار. لأنه الرواية كما يقول محمود درويش في تعريفه للوطن، ليس الوطن أرضا بل الحق والأرض معنا، الحق معك والأرض معهم. هم سيرصدوا مليارات الآن لمحاربة روايتنا. يجب علينا كمستوى رسمي ومستوى غير رسمي شعبي أقصد أن نرصد ما نستطيع رصده، أن ندرب وندرب كوادرنا وشبابنا للمعركة الإعلامية القادمة، وهي معركة مستمرة لا يوجد هدنة فيها حتى زوال هذا الاحتلال. شكرا جزيلا لك الباحث في المجال الرقمي واحد مؤسسي حملة اهبد 194 حسن جمال داودي، كنت معنا من غزة. الشكر أيضا للناشط والمحاضر في وسائل التواصل الاجتماعي أحمد بركات من القدس. من رام الله نشكر المختص في قضايا الحقوق الرقمية ومدير مركز صدى سوشيال إياد الرفاعي، وشكر أيضا لمؤاب أبو خضير الناشط كان معنا من بلدة شعفاط في القدس المحتلة. وشكر دائم لكم مشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.